ظهر السوان مناخها كتير جاف، يلي معه ربو، يلي معه أي أمراض سل كذا، كانوا يجوا يقعدوا بهالضيعة لأنه مناخها كتير مشهور لهالأمراض هيدي. شجرة التين عندها عدة منافع يعني، والتين كمان مهمة إن كان من ناحية إذا بتكلها ني من الشجرة بتقطفها بتكلها، إن كان بعدين إذا بدك تطبخها تعمل مربى. التينة إذا كانت عم تنسقها مي ما بتطلع فيها حلا مثل التينة اللي بتكون بأقاسي الجر على العالي، بيقولها بعل يعني بدون مي. لازم يضل يتحرك على طول مشان ما يلزق كعبه بالنار. بنضيف السمسم يلي هو حمصناه، منحط شوي ومنحرك تيعشق على بعضه كله. هذا المسكي اللي بيعطي المطيبات اللي بتصير طعمه طيبه، منحركهم تيصير الحامض الليمون عاشق كله سوا مع بعضه. منريحهم شوي، منبلش نسكبهم بالبراطمين هني وسخنين، منعبيه على الاخير، منخضه شوي هيك مشان ما يضل في هواء ابدا بقلبه.